الرحمن الرحيم، معكم المدير التقني للرابطه الجهويه للجزائر. حنا اليوم رانا لهنا نمثلوا الرابطه الجهويه اللي تمثل كذلك خمس ولايات الجزائر: العاصمه البويره تيزي وزو بجايه وابو مرداس. الدوره الوطنيه للمنتخبات الجهويه فيها اقل من 15 سنه واقل من 14 سنه، لاعبين من مواليد 2009 ومواليد 2010. هذه العمليه الاخيره ما قبل الاخيره عفوا لانتقاء احسن المواهب للالتحاق بمختلف المنتخبات الوطنيه اللي فيها اقل من 15 سنه واقل من 16 سنه. احنا في الرابطه الجهويه كنا قمنا بعده عمليه انتقاء على مستوى الرابطات الولائيه وعلى كل مستوى كل الاصناف والاصعده، يعني من الولايه حتى الفرق المحترفه. شكلنا منتخب من 23 لاعب في فئه اقل من 14 سنه، وكذلك منتخب في فئه اقل من 23 عام. اليوم سواء من جانب النتائج، يعني احنا ما النتائج يعني هي التحاق اللاعبين بمختلف المنتخبات الوطنيه، لكن بما انه كانت هناك منافسه مع الجهات، اليوم الحمد لله المنتخبين تاعنا وصلوا للنهائي. فريق اقل من 14 سنه راه ينشط الان في النهائي ضد رابطه قسنطينه، والفريق اقل من 15 سنه راح ينشط النهائي بعد قليل ضد فريق منتخب الجهوي لوهران. بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم بفضل الله طبعا استكمال عملية انتقاء المواهب في مراحلها الثلاث. الأولى كانت للاعبي المنتخب أقل من 17 سنة مواليد 2008 من 5 إلى 8 جوان، وقد تم تشكيل أيضا نواة المنتخب الوطني، وتم أيضا برمجة تربص تحضيري وانتقائي كمبدئي في سيدي موسى لهذه الفئة. اليوم العملية التي تمت هي عمليتين في شقيها، منتخب أقل من 16 سنة ومنتخب أقل من 15 سنة، يعني مواليد على التوالي 2009 و2010.
هذه هي النظرة الاستشرافية الجديدة للاتحاد الجزائري لكرة القدم في تحضير المنتخبات استباقا واستشرافا لقادم الاستحقاقات التي تنتظر المنتخبات الوطنية الشبانية. وربما رأينا بأن يكون تحضير المنتخبين لكلتا الفئتين لأقل من 16 وأقل من 15 سنة قبل سنتين أو سنتين وأكثر من أول استحقاق رسمي، لكي نعطي السانحة أو الفرصة الزمنية الكافية سواء للطاقم طواقم المنتخبات الوطنية للتحضير الجيد وللتجانس، أو للاعبين للعب أكبر عدد مباريات والاستفادة بأكبر عدد من المعسكرات والتربصات التي تخدم هدف أن يكون التجانس كاملا 100% عند الحضور أو عند تمثيل الجزائر في المحافل الدولية والاستحقاقات قادمة الاستحقاقات الدولية إن شاء الله. وبالتالي تمت العملية ربما لأول مرة الجمع بين عمليتين انتقائيتين على المستوى الوطني بعد طبعا استكمال المستوى الولائي ثم الجهوي ثم اليوم الوطني لفئتين مختلفتين، هي فئة أقل من 16 سنة مواليد 2009 وفئة أقل من 15 سنة مواليد 2010. هاتين الفئتين لديهما استحقاقات ربما بعد موسمين أو أكثر، وعليه فكان وجب علينا أن نخطط بتخطيط وبفلسفة استراتيجية استشرافية استباقية لكي نكون في المواعيد الدولية ولكي تكون خزانات المنتخبات الوطنية لديها من المباريات الدولية لأبنائنا من المباريات الدولية ما يكفي لكي يكونوا في مواجهة ربما منتخبات لديها نفس الزمن ونفس توقيت من التحضير العالي. كذلك في هذه العملية وتسديدا لسياسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، المديرية التقنية للتحكيم حاضرة بمواهبها الشابة، وقد تم إدراج أيضا كل حكام المواهب الشابة الذين هم في تربص وفي تحضير وفي تكوين على حساب هذه المباريات من الجنسين من الذكور ومن الإناث، وهذا أيضا يعطي للتحكيم فرصة لأن يكون خزان تحكيم من الحكام الشباب من الجنسين وافرا للبطولات الوطنية التي نسعى لأن تكون كل فئة عمرية لديها بطولة وطنية على حدة. السلام عليكم. في إطار تجسيد البرنامج العام تاع المديرية الفنية الوطنية رانا نشاركوا في الدورة الثانية للفئات السنية الشبانية للمواليد 2009-2010. احنا الرابطة الجهوية رابطة قسنطينة جينا للدورة هذه وشكلنا فريقين يعني من أحسن اللاعبين تاع المنطقة تاعنا. الحمد لله يعني الدورة هذه سمحت لنا باش اكتشفنا عدة مواهب يعني اللي ممكن جدا في المستقبل يكون عندها يعني صدى كبير في مع الفئات السنية خاصة في الفرق الوطنية. بغض النظر على النتائج الفنية يعني الأداء والمستوى نقدر نقوله على العموم فوق المتوسط، مالغري كاينين فروق فرضية بين بعض الجهات، هذا راجع للتواجد الفرق تاع النخبة في مختلف المناطق، ولكن على العموم يعني المستوى مقبول ويبشر. شفنا باللي عندنا مواهب تحتاج غير للعمل والصقل والاهتمام خاصة في الفرق نتاعهم وكذلك على مستوى المنتخبات الوطنية. داكور. الاسم كمال بيتينا، المدير الفني الجهوي الرابطة قسنطينة. سي اسماعيل هاني، المدير التقني الجهوي رابطة البليدة. فيما يخص يعني الدورة الوطنية المواليد 2009-2010 للاتحاد الجزائري لكرة القدم هو اللي نظم هذه الدورة النهائية اللي تدخل ضمن برنامج المديرية التقنية الجهوية. يعني الدورة هذه ضمت صنفين، صنف 2009 وصنف 2010، اللي كانت المراحل الأولية خاصة يعني بالمناطق يعني الفرق اللي تلعب في الرابطات الجهوية، ثم الفرق اللي تلعب في الرابطات ما بين الرابطات، وثم رحنا يعني المستوى الأول الفرق اللي تلعب في القسم الوطني الأول واللي تلعب في القسم الوطني الثاني. اخترنا أحسن العناصر يعني في مدة تتجاوز 6 أشهر، علما أن المرحلة الأولى بدأت في من جانفي إلى مارس، المرحلة الثانية من مارس إلى بداية شهر ماي، المرحلة الثالثة وسط شهر ماي إلى نهاية إلى بداية شهر جوان، والمرحلة الرابعة الأخيرة اللي هي هذه الدورة الوطنية نشوفوا فيها تتنظم يعني في شهر جوان. جل الرابطات شاركت في
في الدوره هذه بفريقين، فريق 2009 منتخب 2009 ومنتخب 2010. بالنسبه للمستوى العام كان مستوى يعني من جهه كاين مقابلات وين شفنا مستوى مقبول، كاين مقابلات وين شفنا مستوى فوق المتوسط نظرا لعده يعني اعتبارات وظروف، منها يعني نهايه الموسم، وكاين ظروف اخرى يعني انتماء بعض الفرق النخبه لرابطات معينه مما خلق يعني جو من يعني نوع من الاختلاف. وكاين بصفه عامه قلنا نقدر نقولوا باللي كاين عناصر ممتازه اللي استطاعت اللجنه التقنيه انها تختارها وراح تكون راح تشكل نواه المنتخب الوطني في فئه 2009 وفئه 2010، علما انه الفئتين راح تنتظرهم استحقاقات يعني اقليميه قاريه ودوليه في قادم الايام. لذلك ارتأت الاتحاد الجزائري عن طريق المديريه التقنيه تنظيم هذه الدوره باش نشكلوا النواه، وبالتالي من بعد نشكلوا المنتخبين معا باش يشاركوا في الاستحقاقات الدوليه والقاريه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر الاتحاد الجزائري لكره القدم، المديريه الفنيه الوطنيه على هذه عمليه الانتقاء لاعبين اللي كانت في حوالي شهر كانت 2006 و2007، واليوم نشوفوا 2009 و2010. هذه العمليه تدخل في اطار يعني شيء جميل للفرق وكذلك للمنتخب الوطني لاقل من 15 سنه. كل الجهات كانت حاضره، يعني حتى الجنوب الكبير للجزائر، يعني كل الجهات 9 جهات. احنا كمديريه فنيه لمولوديه وهران قمنا يعني بتنسيق مع المدربين وخليه الانتقال لا سيلي دو سكوتينغ باش نشوفوا اللاعبين متواجدين في الجهه الغربيه ولا سيما في وهران اللي تسخر ب يعني لاعبين ممتازين. الحمد لله في هذه السنه كان عندنا عده لاعبين نراهم في الفريق الوطني. اليوم كان استدعاء اللاعب محدان وبن عطيه الاقل من 20 سنه، كذلك في 2017 كاين 2007 كاين حموده وعمر، واليوم ان شاء الله ممكن يكون لاعبين من ولايه وهران كجمعيه وهران او مولوديه وهران، المهم يكون تمثيل الغربي ان شاء الله في الفرق الوطنيه.